لجنة المسابقات إيقاف طارق حامد، كابتن طارق حامد لاعب نادي الزمالك مباراة واحدة بعد مباراة الزمالك الأخيرة اللي خد فيها إنذار تاني بعد المباراة. وهنا سؤال لازم نوجهه للجنة الانضباط، وعشان ما نجيبش ان احنا النهارده مفيش صندوق الحكام لجنه المسابقات، فمش عايزين نجيب صندوق للجنه الانضباط. الحقيقه احنا حتى الان عايزين نعرف هي القرارات دي بتتاخد بناء على ايه؟ على اي قرار للائحه؟ في لائحه للمسابقات، في لائحه للعقوبات. كابتن طارق حامد اللي حصل ان هو خد انذار بعد المباراه، وانذار بعد المباراه ده بيبقى تحت بند سوء السلوك. اللي حصل ان هو خد ايقاف مباراه واحده كانه خد انذار عادي داخل المباراة. هنقول مفيش تقرير حكم، هنقول برضو رد ان الكابتن شيكابالا والكابتن رمضان صبحي والكابتن حسام عاشور تم عقوبتهم ايا كانت نوع العقوبة بالفيديو. اعتقد الفيديو واضح، واعتقد موقف كابتن طارق حامد واضح، واعتقد لو احنا ماشيين على النظام السابق او اللجنة السابقة او الدوري السابق، كابتن طارق حامد عقوبته من مباراتين لاربعة. لو انتوا لسه ما عملتوش لائحة فيا ريت تقولوا لنا اللائحة، لان كده هيكون دي المشكلة بالظبط، لان كده كابتن طارق حامد لم يعقب. احنا كنا بنتناقش قبل الحلقه سوى. الفكره زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ، احنا لحد دلوقتي ما قدمناش لائحه واضحه، وانا مش متخيل يا جماعه. احنا بندعم نجاح المسابقه وبنقول ان في شغل احترافي احنا بندعمه، بس مش معقوله لحد دلوقتي الانديه القوانين الخاصه والمنظمه للمسابقه مش مكتمله بالنسبه لها. ده ادنى درجات الاحترافيه، واللي نتمنى كل واحد يبقى عارف الضوابط اللي بتنظم المسابقه هي ايه. بالظبط، واعتقد اتمنى ما تكونش لجنه المسابقات او لجنه الانضباط حطوا نفسهم في خانه اليك بعدم عقوبه طارق حامد على سوء السلوك الرياضي. عندنا دلوقتي كده صندوق لجنه الحكام وصندوق لجنه الانضباط، مش عارف هنودي الصناديق دي فين على نهايه الدور الاول، لان انا متوقع انها تتملي على نهايه الدور الاول. نطلع فاصل ونرجع تاني وفقرات البرنامج الاهلي خط احمر. اوعى تروح اي حته.